بغيتي هدي بغيتك تقولي تشطحي سعلي سعلي خوك محمود معايا ما طاح في ساقي وكله فازك في الباب وسولت له نفسه قتل اخيه فقتله واحد الغربان كحل داوتي نقبوا ليا في عينيا حتى عميت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله الله يرحمك اخويا محمود جيت تدفن في ارضك ارض جدودك والرئيس راه هو حر في الغابه حداك الله يرحمك عمي محمود عمرني غادي ننساك ننسى الخيب اللي درتي فيا كنت غادي نموت بالجوع في الزنقه كون ما كنتيش انت منقدتيني بسلام عمي محمود تبارك الله على بنتي تبارك الله غزالة للذي نبيعك كاتا غزا من نوتينك الخاطشين يا سيد الحال لا يخطك علينا يا سيد الحاج زيد الحاج زيد سوى البركة في هالدار اي بارك الله وفيك تانت لا يخطك يا الحاج لا يخطي تا حد للذي نب شعلا للذك الشميعات هو خسي الحسن داك البركة حفاك سارة ما حس فين درتو اصلا مشي نجي وانا مشي نجيبو نجي اجي الحاج اش اش هاي راه عندك في الحزام الحاج ويلي انا مخلي ايش بيني في دابا شفتو انت لا 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 زين يلا ايوا شنو نقول لك يا الحاج ايوا والكبر يا وليدي ما عندي ما ندير لا هذه متفقين عليها انا وياك في هذه القضيه لا بنتي خليك ليلي يلا بنيتي شو شمي عاد دابا عافاك عافاك اجدي نزيدو نتسناو غير شويه ما يمكنش عمي حليم يساعد ميلادي وما يجيش وبنتي عينه ما نعينو وانت كتعرف هضر عندنا في واحد الحاجه هي الوقت هو الوقت لا حليم ما كينساش دابا هو جاي الحاج يسالنا لا ما نساش لا ما نساش وانا سنعرفو تربي سيديا الله يهديك عمي حليم عمي حليم الرايس ما
جوايز انيفيرسير. كنت متيقنه ما غاديش ننسى عيد ميلادي وما تجيش. هذا احسن كادو. ولا ولا ها هو عليك كادو باقي ما حليتيهوش هكاك. يلا يا لالا. ايوا هاد الكادوات هادو كلهم كيجي عمك حليم ما بقى حتى شي واحد كيسوى شي حاجه في هاد الدار ياك. ايوا صافي كبرتي دابا وغادي نسميه الرئيس بحال القرض ديال المهدي. تبارك الله عليك. بارك الله. ولا هو راه باقي ما حليتيش لي كادو يمكن تلقاي احسن. لا لا ما عندناش القريد ولا سميتو لك هذاك هو كادو ديالك الزوين. يلا بسم الله. سنه حلوه يا عيدا سنه حلوه يا عيدا سنه حلوه يا عيدا بنتي العزيزه سنه حلوه يا عيدا. واحد جوج ثلاثة. مرحبا يا ولدي. دابا خاصنا ندوق هاد الحلوة كتبان لي زوينة ولديدة. يا الله يا الأولى غطري فيها الحاج تما في جوج. كان الريجيم تا هو شوية هو الريجيم وكنا داك الراجل الحاج كنا في الريجيم لا أنت ولا أنا معاك. إوا هذاك الشيء علاش. يا لالا طوال عمر عايدة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ولا خطي الفرحة من هاد الدار. آمين. اللهم لك الحمد يا أرحم الراحمين. عرسك سما بقى والو 18 عام. و 13 عام باقي عاد غتبدا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. صار غير الصحة عندك يا ولدي. تبارك الله على بنتي. تبارك الله بطول عمرك ان شاء الله. ترجع للماضي. هو اللي بقى ليا هاد الشهر كون يكمل 11 العام. هادشي اللي عطا الله بنتي دي مقادير الله سبحانه وتعالى. مقدرش ننسى باش نفقد الامان. طيب. قلبي كيقول لي الله يسمح لنا من الوالدين. وبنتي هذا هو حال الدنيا. تقدر كتصرف تحكم فيها الله سبحانه وتعالى. كيعاوننا غير بالصبر والوقت كينسي كل شيء. هذا هو حل الدنيا والحمد لله عطانا ربي هاد الوريضة عاوتاني هي منورة حياتك منورة حياتنا منورة هاد الدار. كون غير الخير إن شاء الله وما نساوش اليوم راه عيد الميلاد ديالها غنفرحوا معاها. يلا يلا عمي كتجي تعرف شني باغاك ليه. إيوا عارفاني أنا كنعرف كاع اللي كتبغيه كنعرف. غادي تسميه كيفاش الرئيس وتسميه ماشي ديال الكلاب هادي. غنسميه رئيسك بحال القرض ديال المهدي. الحفلة ديالنا مزيان هادشي ديال أحسن كادو هادي ما عمري نساها لالا عيدة. ها عمي حليم الله أودي إيوا لالا بصحتك. محمود خويا الله يرحمه كان من صغر فنان نفسه صعيبة وقلبه كبير روحه حرة ما يرضى لا ظلم ولا حكرة. كان رجل حر معنى الكلمة طير حر ما كيتشد ما كيستقر. كان موهوب وموسيقي مجدود انسجم مع الشباب في أجواء الحرية اللي هبات على البلاد بعد الاستقلال. وملي دار 20 عام عاد تعلم يقرا ويكتب. كان رجل عصامي علم نفسه بنفسه. كان كيملك سحر الكلام وكيعرف يخطب في الناس. عنده قدرة كبيرة باش يقنعهم يسحرهم بحديثه ويأثر فيهم بكلامه يضحكهم وقت اللي بغى ويبكيهم وقت اللي بغى. على قول الله أكبر نحبسه إن شاء الله يقول إن شاء الله ومن بعد نكمل لك على خويا محمود. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا ربي ارحم عمي محمود يا ربي، يا ربي اغفر لي ذنوبه يا ربي، ونقع عائلتي يا ربي، ما بقاش مقطوع بالشجرة يا ربي، يا ربي ارحم عمي محمود. محمود الحقيقي اللي هو صابر مات شحال هادي وخرج انسان اخر من الحبس. بشحال حكموا عليه؟ 12 عام ديال التكرفيس في البروده والظلام ديال الحبس، تكرفس بزاف. دابا باش فهمت علاش كنا جايين وكيكحب وما كيقولش لي باش مريض. خويا اللي كنعرف قرر يعيش على الهامش ديال المجتمع، الله يقير حال من قلت لقلت، وحيت الحلقه هي الطريقه الوحيده اللي يمكن يعيش فيها وحر ما تابع لتا واحد، كيقول اللي بغاه ويعبر على افكاره مع الناس البسطاء اللي كان الله يرحمه عزيز عليه يعيش بيناتهم. انا ما عمرني ما غندي ننسى معلم محمود، علمني كل شيء، مباني حسبته بحال با بحال خويا بحال كل شيء. الله يرحمه مسكين. الله يرحمه. استنى ولدي نحلك الطوموبيل. انت حبيبي رد البال لخوك وما تحل حتى شي حد الدار، وعندك عندك يلا كل راجل. عندك تنعسه؟ اسمعي نعافاك، خلينا ندخل نشوف عيشة. لا ما خلاتني ندخل حتى شي واحد للدار، وانا جايبه لها واحد الدجاجه اللي خليتيني ندخل ندوقك منها، وتزيدينا 5 دراهم. نزيدها لك. انا ادخلي صربي راسك وما ترجع، اعطيني 5 دراهم ديالي، اعطيني 5 دراهم ديالي. براك راك السلام عليكم. السلام. عندي واحد الدري بغيت توصلوا معاك المرة ان شاء الله. هي ربي يبارك الله يرحمك. هي كون هاني غادي تمشي تسول على امك عايشه ياك، وتهلا في راسك وتفكر محمود الله يرحمه ياك، كون راجل ها ما تنساش اقرقب عليه سوى تربح. يلا راك بعدها ريحة الحمام عاطية منك زوينة. زين ياك الله يرضي عليك. آمين. ربي راه كبير وليت نمشي ونجي في الطوموبيل الحمام. ربي راه زعما لا وعدك الله الله ما يخلف. ياك أنا كنت غنلوح وحدة في البرمة. أنت لا شنو وقع؟ قالتك سيدي الطيابة ولدك ما يدخلش لحقاش كبر وبدا يعرف. يلا عطيتو 2 دراهم خليتو مسكين في الباب. وبيني وبينك والولد كبر. صافي يا ولدي من هنا الفوق غتبقى تمشي معايا انا للحمام. واخا با بحال سمع عينيك. اييه نبقى نمشيو انا وياك واسماعيل. فرحان صحابو غيفركك والله والديك تيبقى في النص ديال الوسخ. زعما ما تنعرف ندير والو انا في هاد الدار. بيبي كتعرف دير كلشي بالحق ماشي بحالي انا، انا نعرف نتول الدراري هادي ونقاد ليهم. لا إله إلا الله، دوز حبيبي خذ واحد الدجاجة راه ما فيا ما يوقف. صافي الدجاجة جاتك حتى انا ما اليوم طيبي، ها جلسي معانا. حبيبي ياخذ الكفريت معاه. تلاقيت بمرت ولد الصبيطية. أييه. ما قلت لك نسيت. قالت لك سيدي شافت البرهوش ولا كيدير الحلقة مع شي واحد بالقرض، اللي داز خويا يعطيهم 100 و200. على الله يعطيه اللي بغاو يعطيه إياك، بعد علينا عطانا بالتقار والله يعاون. واتهامي راه كنقول لك يعطيهم 100 و200 راه الدري غيترفع. حويلي تخلي عليك البعلوك في التقار انا غنتكلف به.
ياك الدجاجة شريتها لك وخلينا نمشيو نفرسوها ونرتاحوا مع راسنا. خليت حتى خرجت مينا وتهامي من الدار طوموبيل تمشاو بعيد وانا ندق على الباب باب ديال الدار ديالهم ويخرج لي اسماعيل ولدهم الكبير. عطيتو 5 دراهم وقلت لي حيد من هنايا وانا ندخل ويتبان لي مسكينه عائشه جالسه. مشيت كنجري عندها عطيتها ديك الدجاجه بدات كتاكل كتاكل فيها حتى شبعات كانت غادي تموت بالجوع. محرميه مع راسك درتي فيلم على قدو باش تدخلي تشوفي عائشه. عمارة الدار هاكي واحد الليمونه حيدي عليك اللقعه ديال الحمام وحيدي عليك الدوخه تشدي كولا عتا بارد القلب. سي دابا هاد الخبار اللي جابت لك مرت ولد السبيطيه وراه بايته. اييه اييه في خباري انا باللي المهدي تيمشي مع واحد السيد سميتو محمود تيديروا الحلقه ولا بغاو يجيو لهنا كاع يجي مالي انا غنحبسهم حتى انا بطع عليا غير وقتاش نشوف ولد خويا. تا والله تا غتخوطرني بالله غادي نخليها الدراري تامه تا واش باغي تردني بحال هادي ولا تخلي عليك المراه في التقار. شوفي تبداي تنقيها واش يصحابك دابا غير اللجنه داس صافي راك قطعتي الواد ونشفو رجليك بحال البرد تلقايهم دابا واقفين علينا غيدقوا علينا لا جا ولدها ولقاها مسطيه ماشي مشكل اما يلقاهاش موسخه يضرب لينا الطر هاك لا بقات فيك سير اخويا كري ليها طيبه في الحمام انا راه ماشي خدامتها انا اخويا ما عندي الصحه بارك عليا جوج تحترف وتايا هاك على نقيها يا ولاد بعلوك جا ولقى موت 16 غتقول لي مال زعما هادي غتغلبني غنقول له فاش هربتي سطيتي امك ولا عرفك لقيتي والدي الحقيقي مثلا مع مثلا انا راه ما عنديش مع مثلا مالي انا غنخلي زعما البراني يجي يقولها له انا غنقولها له فمي غنقول له راه مشيت قلبتك على والديك الحقيقيين ولقيتهم ونشدو من يدو وندي مالا غتغلبني تا كيغلبك على الله ما غتغلبك حتى وحده هزو اخويا وديه يتنغنغ ويتنعنع ودير لهم حتى الفلوس معاه انا غتخرج ليا عقلي حتى امين 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 يهديك الله تجلسي خلي قشابتك شويه واسعه فتحي معايا خاطرك وفهميني ما قلتلكش باللي لقيت عائلته الحقيقيه في الدار البيضاء ها ماشي حشومة عليك عنك 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 نشم فيك ريحة خويا السي محمد مينا شوفي شكون اللي جا شوفي تعال عدي وليدي تعال حبيبي تعال بوس خالتك يطيروا مي توحشك أمي مي أنا ولدك المهدي مشات مي توحشك أمي ولدي الطاهر لا أمي أنا المهدي فك الشوعة وليدي أجي ترتعش ماي مالك بالك وليدي ما فيكش الجوع ياك ما مريض اشنو درتو ليا صافي سطيتو مالا ما عفاتنيش ماي انا مع المهدي شوفي فيا مزيان امي انا والمهدي ولدك شكون نتوما شكون اش بغيتو عندي خرجوا خرجوا عليا من داري خرجوا والله وشي واحد فيكم باقي يقص لي يا ولدي والله على ما قتلتو سمعتوني خرجوا خرجوا بعدوا مني بعدوا مني حمتي نعيمة وي مالك حمتي نعيمة وي ما كاين حتى شي واحد امي اش هز لي في يديك ولدي الله Thank you.
بيتي المهدي حبيبي. الله بنيتي عايشة بنت خويا، شوفي هاد الوليد لقيته في جنب الواد طريب يهدها لينا مولانا الكريم. هانت يا بنيتي عايشة، شفتي ها سيدة ربي عود لك ولدك الطاهر. هانت يا بنيتي شدي من عندي هاد الطريبية وعدي لك واحد طليبة إلا ما تسميه لي المهدي. ربي كريم عايشة. وعاري لي يا بنيتي دابا الطاهر نمشي وندفنوه وهاكي المهدي وتهلاي فيه. سميه المهدي يا بنيتي عيشة، المهدي. هاني مشيت. بسم الله تبارك الله، حمدتك يا ربي وشكرتك على هاد الوليد. الله الله على وليدي المهدي. يا وليدي تنعساش، نعسى وليدي نيني نيني يا وليدي، نعسى وليدي. أنا مش نطيب العشاء باكسي محمد، نكسو مجموعين ناكلو مجموعين نبقاو مجموعين. يا وليدي كوبيتي حبيبي حبيبي الميتي ميتي. بجوادك عاد كرتي هو اللي بات معنا على ما طيروهش ما نخدمهمش. نعسى وليدي نعسى، انا غنمشي نطيب العشاء باش من يجي باك ناكلو كاملين وغنجلسو كاملين. واخا نيني يا مومو تاي طيب عشانا لا ما طيب عشانا. اشنو درتو ليها؟ مهدي هديك الله ولدي، هديك الله جلسي، هديك الله ولدي. واش مشيناش كي معذبين مع امك بالليل وبالنهار ما تنعسو ما تندوقو؟ ها ولدي راه انت من نهار هربتي امك تجمعو عليها، باك مات من هاد الجي وانت طجيتي، راه ما خلينا معها لا طبه لا فقها، شنو بغيتينا نديرو؟ والله غالب. اه حبيبي راه امك نعست واحد ليله حدا البير وضربوها امها اللي المكان، راه تشيرت، راه ما خلينا معاها لا حاحه ولا ملاح. والله غالبه حبيبي اش نديرو؟ مهدي انت راك بعقلك وتتفهم، طبه لا حارو مع المريض شنو تيقولو؟ سير ترتاح في دارك وداكشي اللي تنديرو معاها ومقابلينها بالدواء كاين هادشي ولا ما كاينش. امينه راه ربي عالم حبيبي، راه ربي عالم. ولكن ولدي هادشي راه كامل بسببك، واش امك ماشي حشومه عليك؟ امك معلقه بيك وقلبها عليك وما تقدرش تفارقك، وانت ما ضربتي ليها حساب ما هزيتي ليها هم، شديتي وطجيتي. دخلنا عليك بالله التامي لما بارك عليه مسكين، قولي بغى يتفرقع بارك عليها حال تمو. لا اله الا الله يا ربي حبيبي وما كتبتي، قولي بعدا على الخبر الزينه. صافي خلي حتى الغدا ونقولها له. اش من الخبر؟ صافي سير عند امك دابا حتى الغدا ونقولها لك. يلا سير سير وليدي سير سير حبيبي سير سير, سير كورك ما ارتحيتي والو. سير حبيبي سير معافيتي حبيبي سير سير بغيت خبارك تجيني في ليله الليله. مينا ما تهزيهم كلشي ضربي على حسابي، بقيت كاع كنهز الهم هاد ليا الكتاف. صافي هذيك الله انا ساكته. لالا زينب نزيدك شي شويه دلويزه قبل ما نمشي الناس. لا زهره سيري ترتاحي. تصبح على خير. تصبح على خير. تصبح على خير يا دادا العزيزه. تصبح على خير يا وليدي بالحق عندك ما تعطلش، راه باباك كيبقى مخلوع عليك ديما. الله يرضى عليك لما جي بكري. كوني هانيه. يلا تصبح على خير. تصبح على خير حبيبه. تصبح على خير. حليم الحاج كيقول لي حالك ما عجباهش هاد اليامات، وحتى انا حسيت بك مبدل. زينب اش غنقول لك، الحاج هو الحاج راكي عارفه، يما توجور تخوفي بيزار وما عمرو ساق فيا 100%. سا با با شانجي دو جور او لاندومان. عرفتيها ماما كون كان معايا المهدي
يكون دغيا علم الرئيس ويدربو مزيان كبحال القرد ديالو. عايده اش تكدي ما كتهضري على هاد مهدي 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 ياك ما تي سخي ان بو؟ لا ما تخافش المهدي صغر منها بالحق زوين وتا يدخل في القلب. تكون عنده 11 عام بحال تبارك الله. بغيت نقول بحال حمزه طولوا ربي في العمار. بو سور سو حليم ما تنساش دادا قالت لك ما تعطلش. وي وي بيان سور ميزه. ادخل اليوم في العودان. انا ما لعبتش اليوم. علال لعبتي من مورايا هيك قرب بوح دقر. الو حميد اخويا وعيطت لك اليوم شي 15 مره كاع ما تجاوب. تعرف شوف عندي ليك واحد لافير واعره. ما تقطعش ما تقطعش كباتي كوب كوب على ما نرجع. حميد اخويا تداخلنا عليك بالله علاش ما كبيتيش اتاي؟ اش كنتي تدير؟ واش هذا حميده العقرب ديال الدار البيضاء؟ اييه شغلك؟ نسيتي لافير اللي درتي مع ديال الشراب جبتي فيها الربحه بشهرين ديال الحبس. واش انت باغي تفضحني؟ شغلك اخويا؟ انت قلت لك كباتي كباتي هو بعدا فيه الخير مره مره تيسول فيا. لا لا خويا الله يرحم الوالدين تتصدعني هكذا. شوف شرب واتي عاب شويه عاب شويه بشويه لا خلصت عليك اتاي ها الله يرضي عليك ونعلمك كل شيء شويه ديال النخوه. صباح الخير الحاج. صباح الخير. الله يتودن ولا؟ الله يتقبل الحاج. مسكينة أنا